انا الاتحاد التونسي للتطوير الزراعي بقي يترقب موجه برد. الحمد لله جات، احنا على استعداد منذ اشهر، استعداد كامل على المستوى الوطني وعلى مستوى الجهات، واعتقادي ان بالتنسيق مع وزاره الشؤون الاجتماعيه في القريب العاجل ستقع عمليه انطلاق وعمليه توزيع كما العاده. ثم تغطيه، ثم حشايه، ثم ثياب شتويه للاطفال والعائله، ثم مواد غذائيه متنوعه كالعاده. اذا احنا على الموعد وموجودين ومستعدين لذلك، والانطلاق ان شاء الله في القريب العاجل. ما تستنيش على المده، لان العدد بتاع المنتفعين، المنتفعين باش يكون كما العاده لا يقل عن 100,000 عائله، في حدود ما تم السنه الفارطه 4 مليون دينار.